تستقطب مدينة بني عباس آلاف الزوار سنويا، وأول ما يقتنيه الزائر هو هذا الشاش ليعبر عن انتمائه وتقليده لسكان المنطقة، لكن الكثير لا يعلم طريقة صنعه. أنا جاي من الجزائر، يعني مشراقة بالضبط. الشاش هذا يعني باين بلي من تقاليد ناس الصحراء. لا ما على باليش كيفاش يخدموه. عجبتني لبستهم كيديروا الشاش، سقدوها لي، شريت عليهم واحد وسقدوا لي. لا تسمى كي تدخل منطقه سياحيه تلبس على حسب تقاليد تاعها. تعبير عن رمز الصحراء كونكو الطريقه. لا هذا الشاش الذي يثير إعجاب كل زائر بألوانه المختلفة وطرق ارتدائه المتنوعة، له طريقة واحدة لصنعه. الشاش هذا نخدمه ندايمه كيما هاك، بعدا نقصو منا، بعدا نبداو نخدمو هذه الطريقة. هذه نخدمو هكا، نحسبو صاديبو كل وحدة واش تحسب، ربعة خمسة خيوط هكا وتقطع ها كيما هاك. تعلمناها، تعلمتها من عند واحدة صاحبتي بكري، هي تخدم كيما هاك، علمتها لي، بديت نخدم أنا كيما هاك الشاش. رغم اختلاف الزوار في طريقة ارتداء هذا الشاش، إلا أنهم يتفقون على أنه رمز من رموز الرجل الصحراوي، وأن له تاريخ طويل مع سكان الصحراء.